بالحبر الجديد من الميادين. الصحف والمواقع، مأزق إسرائيل يقود إلى حرب في المنطقة، سؤال تطرحه النهار اللبنانية. وفي البيان الإماراتية، مراجعة بريطانيا لبريكزيت، هل تصبح بريطانيا وحيدة ليس فقط في أوروبا بل في كل العالم؟ السعودية تستضيف محادثات سلام أوكرانية في إطار جهود غربية لاستمالة الجنوب العالمي، عنوان بارز في وول ستريت جورنال. في الحدث هذا اليوم، في انتظار وصول دبابات أبرامز الأمريكية، المواجهة مستمرة في أوكرانيا حتى إشعار آخر. في جديد اليوم، بيروت تحتضن المؤتمر القومي العربي في دورته 32 بحضور 180 شخصية سياسية وحزبية وثقافية وإعلامية من 17 بلد عربي. ونقرأ في الميادين نت لزياد غصن، التراث الثقافي السوري، الحرب أتت على أمهات المواقع. وضيفنا اليوم من موسكو، مدير مركز خبراء ريالست الروسي، الدكتور عمرو الديب. أهلا بكم. مأزق إسرائيل يقود إلى حرب في المنطقة، تحت هذا العنوان تكتب روزانا بومنصف في النهار اللبنانية أنه جرى ويجري الكثير في إسرائيل منذ وصول الأحزاب اليمينية المتطرفة إلى السلطة برئاسة بنيامين نتنياهو، كان آخرها التصويت في الكنيسة الإسرائيلي على قانون يقيد صلاحيات المحكمة العليا. ولفتت إلى أن المواقف الأمريكية تشي فعلا بحجم الأزمة واتساعها جنبا إلى جنب مع المواقف الاعتراضية الداخلية، ولا سيما على المستوى العسكري بالتحديد وقطاعات أخرى متعددة. وتنقل عن مصادر دبلوماسية مراقبة قولها إن الاضطراب الداخلي الذي تعيشه إسرائيل تهرب به إلى الأمام، ولا سيما مع اقتحام إتمار بن كبير المسجد الأقصى على رأس مجموعة من المستوطنين للمرة الثالثة، بحيث يأخذ الأنظار إلى أماكن آخر داخليا وخارجيا. المصادر تستبعد الحرب في المنطقة من حيث المبدأ، ولا سيما عبر الجنوب اللبناني، لكنها تقول إن نتنياهو الذي تشهد حكومته اعتراضات كثيرة قد لا يجد مخرجا للحد من ذلك سوى باللجوء إلى تصعيد عسكري، باعتبار أن الحرب صغيرة أن كانت أم كبيرة من شأنها أن تلم شمل الإسرائيليين مجددا. وتختم بالقول إن التوقعات بحرب في المنطقة ليست مستبعدة بالمطلق في ضوء المأزق الكبير الذي تقود إسرائيل الوضع الفلسطيني إليه. نجدد الترحيب بضيفنا مدير مركز خبراء ريالست الروسي الدكتور عمرو الديب، معنا من موسكو. أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا بحضراتكم وبالسادة المشاهدين. أهلا بك. إذن عمليات ضد المقاومين في الضفة، اقتحام المسجد الأقصى، التلويح بخطر عند الحدود الشمالية أو حتى بالخطر الإيراني كما يسمونه، كل ذلك هل يمكن لحكومة نتنياهو من خلاله أن تشتت الانتباه عن المتظاهرين والتظاهرات وهذا الانقسام الداخلي على مبدأ تصدير الأزمة؟ دائما ما كانت إسرائيل منذ نشأتها بالفعل، يعني المشاكل الداخلية خصوصا على مستوى الحكومة وتشكيل الحكومة والأمور الداخلية دائما ما كانت تنعكس على الملف الخارجي لإسرائيل والقيادات الحكومة الإسرائيلية وقيادات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية. ولكن هذه المرة يبدو أن المتظاهرين أو المعارضة الداخلية بالفعل في الفترة الأخيرة بدأت تكتسب قوة غير مسبوقة في الداخل الإسرائيلي، ويتفهمون جيدا هذه السياسة الإسرائيلية التي كانت دائما ما كانت يعني تحل المشاكل الداخلية بخلق مشكلة خارجية، بخلق عدو خارجي، بالبدء في عملية عسكرية ما سواء في الضفة، سواء في قطاع غزة، سواء في لبنان، سواء في سوريا، أو سواء بالحديث عن الخطر الإيراني كما يتحدثون. هذه الأمور يعني أصبحت مفهومة في الداخل الإسرائيلي أكثر، لذلك مسألة التأثير السلبي أو أن تبدأ الحكومة الروسية في التحرك على مستوى خارجي سيكون أمر محكوم بعض الشيء، خصوصا في هذا العالم الذي نعيشه الآن. العالم يعيش فترة حرجة جدا، ولا المنطقة خصوصا في ظل التفاهمات الأخيرة بين
تركيا ومصر وتركيا والدول الخليجية وإيران والدول الخليجية وإيران ومصر، يعني أمور كثيرة تؤكد أن مسألة خلق أزمة جديدة في المنطقة سيكون مستبعدا أو لن تستطيع معه القيادة الإسرائيلية أن تبدأه، خصوصا وأنها تتمنى زيادة العلاقات بينها وبين مثلا المملكة العربية السعودية، بينها وبين دولة الإمارات العربية المتحدة ومغيرها. لذلك المعارضة الإسرائيلية يبدو أنها لن تسمح بهذه الأمور أو أن يتم استنساخ هذا السيناريو مرة أخرى. طبعا عندما تتحدث استطلاعات الرأي عن أن ما يقارب 50% من المستوطنين الإسرائيليين يفكرون جديا بالهجرة، استحضار الأخطار الخارجية ألا يزيد في هذه الوتيرة ويدفع من يريد أن يهاجر بسبب التظاهرات إلى أن يهاجر فعليا بسبب الأخطار الأمنية الأخرى؟ بالطبع الوضع في المنطقة بشكل عام وضع صعب جدا، كما قلت خصوصا في ظل وضع الدولة الراهن، وفي داخل إسرائيل الوضع أصعب، لأن مستوطنين إسرائيليين أو حتى من كانوا يعيشون قبل ذلك منذ فترة طويلة بدأوا يستشعرون بالفعل خطورة الوضع في المنطقة ككل وفي داخل إسرائيل بشكل خاص. يعني مسألة استمرار التظاهرات لفترة طويلة جدا أمر لم تعيش إسرائيل على ما أظن من قبل، استمرارية هذه المظاهرات ووقت طويل جدا. وحتى بدأنا يعني دائما ما كانت إسرائيل تتغنى بأنها واحدة الديمقراطية الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط، ولكن نحن الآن أمام حكومة يعني متسلطة ولا تستمع لأصوات الشعب الإسرائيلي بشكل عام. يعني هذا أمر أيضا بالنسبة لنا أمر جديد جدا. من النهار اللبنانية دكتور عمرو إلى البيان الإماراتية مع مقال لمحمد خلفان الصوافي الذي توقف عند استطلاع الرأي الأخير الذي أجري في بريطانيا والذي أظهر أن نحو 51% من البريطانيين سيصوتون لصالح العودة إلى الاتحاد الأوروبي إذا فتح باب التصويت حول هذه القضية. وفي مقاله يقول الكاتب إنه منذ خروج البريطانيين على نحو رسمي من الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2020 وهم يعتقدون أن البريكزيت هو السبب الرئيس في حالة الأزمات التي تمر بها بلادهم، فبعد مرور 7 سنوات لم يجد المواطن البريطاني ذلك التغير الإيجابي الموعود، بل على العكس تغيرت خلال هذه المدة 4 حكومات بريطانية، كما أن الأزمات الاقتصادية البريطانية لم تجد حلا ولو نسبيا، بل تراجع الدور البريطاني الدولي. ويتابع قائلا إن الشعبوية كانت هي المحرك الأساسي للسياسيين البريطانيين في قرار التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي. وإذا انتبهنا إلى ما خسرته بريطانيا من بريكزيت أنه كان يشار إليها دائما أنها دولة الحكيمة في السياسة العالمية ودولة المرجعية في قضايا الشرق الأوسط، لكن هذا كله بدأ يتراجع، بل وصل الأمر إلى أن تكون الدولة الأكثر تغييرا في حكوماتها، وهذا دليل على عدم الاستقرار السياسي. ويخلص الكاتب إلى القول إن العالم يتجه نحو التكتلات الإقليمية أكثر، ويتجه العمل الدولي نحو التعاون بين الأقاليم، ما يعني أن بريطانيا قد تجد نفسها وحيدة ليس في أوروبا فحسب، حتى في العالم في مواجهة التكتلات المقبلة. من جديد إليك دكتور عمرو الديب، ليس فقط في بريطانيا، حتى في فرنسا يعني هناك عدم استقرار سياسي، كان هناك تعديل وزاري إضافة إلى التظاهرات. يعني الدول الأوروبية فرادى تواجه أزمات سياسية واقتصادية، ما أهمية التمسك اليوم بالاتحاد الأوروبي وما الذي خسرته بريطانيا عندما خرجت من هذا الاتحاد في مواجهة الأزمات التي تعيشها القارة الأوروبية اليوم؟ أولا أنا لا أتفق مع وجهة نظر كاتب هذا المقال بشكل عام. بريطانيا أبدا لم تمتلك أو لم تحركها مسألة الشعبوية السياسية في الخروج من الاتحاد الأوروبي. الخروج من الاتحاد الأوروبي جاء في وقت مهم جدا بالنسبة للعالم، وبريطانيا كدولة يعني الجميع يجب أن نتعلم منها الدولة الأهم في العالم فيما يخص الدبلوماسية وفيما يخص التخطيط الاستراتيجي طويل الأجل. بريطانيا منذ عام 2016 عندما تم الحديث بشكل فعلي
عن البريكست، وطبعا تم الخروج بشكل فعلي على عام 2020، إلا أن هذه الفترة جعلت بريطانيا بعيدة كل البعد عن مسألة مثلا مشاكل الهجرة التي تواجهها القارة الأوروبية، مشاكل عديدة أخرى، الحرب الأوكرانية والتي كانت متوقعة وكانوا يحضرون لها، وبريطانيا كان لها دور بارز في هذه الحرب وهو الدور الأبرز، أبرز حتى من الولايات المتحدة الأمريكية. بريطانيا بالعكس ليست وزل، بريطانيا تحرك العديد من ملفات العالم، بشكل خاص منذ أن قدم رئيس جهاز المخابرات الخارجية MI6 ريتشارد مور في سبتمبر عام 2020، وبدأت أزمات عديدة في العالم تظهر. يعني مباشرة بعدها بشهرين بدأت الحرب الثانية في ناغورنو كارباخ بين أذربيجان وأرمينيا، بدأت عمليات كثيرة، بدأت طبعا بشكل حسي على التحضير لحرب أوكرانيا. بريطانيا كما قلت لها دور الأبرز، أبرز من الولايات المتحدة الأمريكية، الدور الراديكالي الأكبر في هذه الحرب. بريطانيا أو لندن هي التي تحرك معظم الأجزاء المتحركة في هذه الحرب حتى الآن، وليس الولايات المتحدة الأمريكية. ويجب أن نأخذ بالنا من هذه النقطة تحديدا، أن بريطانيا هي المحرك لهذه الأمور. ما يدور داخل أوروبا من مشاكل عديدة جدا في الهجرة، مشاكل في أمور مالية، مشاكل في أمور طاقوية، بالرغم من أن الشتاء الماضي لم يكن شتاء باردا، ولكن ننتظر إذا كان الشتاء القادم باردا، ستواجه أوروبا مشاكل عديدة جدا، وبريطانيا بعيدة كل البعد عن ما شأن هذه المشاكل. وفيما يخص استطلاع الرأي هذا، حتى هو 51%، يعني نسبة ليست يعني نسبة يمكن أن نتشكك فيها. حتى أنا بشكل عام يعني لا أؤمن كباحث، يعني لا أؤمن باستطلاعات الرأي، لأن استطلاع الرأي أنا يمكن أن أحركه ويمكن أن أوجهه إلى أي اتجاه أريد، إذا كنت أنا الجهة التي تقوم باستطلاع الرأي هذا. طب يعني نتفق معك دكتور عمرو أديب فيما يخص الدور الدبلوماسي الذي تلعبه بريطانيا، ولكن لا شك أن هناك عدم استقرار سياسي، تغيير أكثر من حكومة في وقت قصير، هناك أزمة اقتصادية مستفحلة. يعني بريطانيا لربما خططت لما بعد بريكزيت على الصعيد العالمي، ولكن داخليا هناك وضع متأزم. يعني بالنسبة للدول الكبرى، الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، فرنسا، حتى ممكن استبعاد فرنسا من هذا الأمر، بريطانيا هي دول قائمة بذاتها، قوة اقتصادية عظيمة بما تحمل الكلمة من معنى. لا يمكن لنا أن نحكم بأي شيء آخر لأننا نختلف معهم، ولكن هي دول اقتصادية عظيمة تستطيع تغيير الوضع. هي المركز المالي للعالم، لندن، باريس، نيويورك أو واشنطن، هذه العواصم هي التي تتحكم في الاقتصاد العالمي. فبريطانيا حتى وإن كانت تواجه بعض المشاكل التي يعني يمكن أن تكون أقل المشاكل التي تواجه العالم، يعني هناك العديد من المشاكل الاقتصادية التي تواجه العالم، ولكن إذا نظرنا في بريطانيا، أنا لا أعيش في بريطانيا، ولكن أرى أن بريطانيا يعني أرى وتيرة مثلا استدعاء الهجرة، الهجرة الماهرة، أنا أرى هذه الأمور في بعض الأخبار، في بعض المقالات التحليلية، أرى أن بريطانيا تريد زيادة وتيرة الهجرة الماهرة مثلا. فبسألة زيادة وتيرة الهجرة الماهرة إلى بريطانيا، هذا دليل على أن الاقتصاد البريطاني ممكن أن نتعافى بشكل أو بآخر، لأنهم هم الذين يصدرون المشاكل الاقتصادية في العالم، يعني هم الذين يخلقون هذه المشاكل الاقتصادية في العالم. ولكن في نهاية الأمر الدول الصناعية، الدول التي تتحكم في العديد من الأمور، يعني معظم المواد الخام في العالم يتم بيعها في بورصة لندن، لندن لا تنتج هذه المواد، ولكن بقرار سياسي الكل يبيع عندي أنا في بورصة لندن. فالدول هذه مثلا الدوري الإنجليزي يعني يكسب مليارات، أو اقتصاده أو البادجت بتاعه يعني يتعدى بادجت دول كبرى، أو دول كبرى في منطقة الشرق الأوسط مثلا، يعني الدوري الإنجليزي فقط. فإذا هذه الدول أنا لا أؤمن بشكل كبير في مشاكلها الاقتصادية الحقيقية. هناك بعض المشاكل، هناك بعض الفقراء، ولكن هذه دول اقتصادية كبيرة ويمكن أن تتعافى، لأنها هي التي تصدر أي مشاكل عالمية اقتصادية. من بريطانيا ننتقل إلى النيجر، حيث فرنسا قلقة بشأن إمدادات اليورانيوم بعد الانقلاب. هذا عنوان صحيفة لوفيجارو الفرنسية، حيث نقرأ أخذ الانقلاب في النيجر فرنسا على حين غرة،
إذ لم يتوقع أحد مثل هذا الانقلاب المفاجئ، ولو أن هشاشة نظام محمود بازوم كانت معروفة جيدا، فبعد 3 أيام من الأحداث ما زالت هناك الكثير من الأسئلة تطرحها باريس عن طريقة للخروج من الأزمة مع أحد شركائها الأفارقة الرئيسيين. ووفق الصحيفة، فرنسا وشركاؤها الأوروبيون محاصرون، حيث إنهم كانوا يصورون شراكاتهم الثنائية مع النيجر كنموذج للتعاون الجديد الذي سيقام بين أوروبا وأفريقيا. كما تثير الأزمة في النيجر، تختم الصحيفة، مخاوف بشأن إمداد فرنسا باليورانيوم، حيث تقوم شركة أورانو الفرنسية بتشغيل مناجم في النيجر، فمحطات الطاقة النووية الفرنسية تعتمد بنسبة 10% على خام النيجر. دكتور عمرو الديب، فرنسا تخسر مصالحها في النيجر وفي أفريقيا أيضا، في وقت تتعزز فيها العلاقات الروسية الأفريقية أكثر فأكثر، فإلى أي مدى تشكل النيجر مثلا نموذجا على هذا التحول في العلاقات الأفريقية من أوروبا، من فرنسا نحو روسيا؟ مسألة بناء العلاقات الخارجية أو العلاقات الدولية على نتائج بعض الانقلابات العسكرية أمر يجب أن يكون مستبعد. الانقلاب العسكري في أي دولة، خصوصا إن كانت دولة صغيرة، هو أمر قائم على شخص أو شخصين، وهذين الشخصين أو هذا الشخص يمكن التأثير عليه أو عليهما في أسرع وقت، وإذا لم يتم التأثير عليهم فسيتم قتلهم. هذا هو الانقلاب العسكري. ولكن دولة مثل النيجر وقبلها مالي وما إلى ذلك، نعم هناك بعض القيادات العسكرية في داخل هذه الدول أعيتها مسألة الوصاية الفرنسية، أعيتها مسألة الاستعمار الفرنسي وما إلى ذلك، استعمار حتى الفكري السياسي الاقتصادي بعيدا عن الاستعمار العسكري. هذه الأمور تستهوي بعض قادة الجيوش في الدول الصغيرة الإفريقية، ولكن في نهاية الأمر تظل هذه الدول صغيرة جدا ولا يمكن لها التأثير ولا يمكن لها أن تستقل بقرارها. ففرنسا إذا استطاعت أن تعاقب النيجر والقيادة العسكرية الجديدة للنيجر سيكون أمر سهل عليها، نفس الأمر بالنسبة لبلجيكا، نفس الأمر بالنسبة لبريطانيا، لأن هذه الدول صغيرة وسهل جدا التحكم فيها، سهل جدا التوصل للاتفاق، وإذا لم يتم التوصل للاتفاق مع هذه القيادة سيتم استخدام الطريقة الأخرى وهي العصا. وهذه لا نقصد إهانة الدول الأفريقية وما إلى ذلك، ولكن هي دول صغيرة في نهاية الأمر، دول صغيرة جدا، دول لا تستطيع حماية. طب مقابل هذه العصا الفرنسية، عذرا على المقاطعة، هناك حبوب مجانية سوف تقدم من روسيا، هناك مشاريع تنمية تقدم من الصين، أما آن للقارة الأفريقية أن تتحكم بعلاقاتها وفق مصالحها هي؟ بالطبع يمكن هناك رغبة بالفعل في ذلك، هناك أمنية وهدف روسي صيني مثلا لبناء هذا الاستقلال الأفريقي في القرارات. ولكن لا ننسى أبدا أن من يتحكم في صندوق النقد الدولي، من يتحكم في البنك الدولي، من يتحكم في القروض الدولية، من يتحكم في التكنولوجيا، من يتحكم في الاستثمارات، هذه كلها فرنسا والدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية. نعم روسيا لديها وجود، ونعم القمة الأفريقية الأخيرة أنا كنت بالمناسبة موجود فيها ناجحة، ولكن في نهاية الأمر نحن لا نرى مثلا قمة أفريقية أمريكية بهذا الشكل الذي رأيناه مثلا على مستوى شعبي مستوى الشركات، لأن هناك الأمور على مستوى آخر تتم بين الغرب وبين قيادات هذه الدول، هي أمور معروفة للجميع، إما أن تأخذ هذا أو لن تأخذه. بكل صراحة وكل اختصار، مسألة الرغبة الروسية في زيادة النفوذ هذا أمر جميل جدا، وهذا أمر كان يجب التحرك فيه من 50 عام مضت، ولكن بدأنا فقط في هذه الفترة محاولة زيادة النفوذ والتأثير ومحاولة التأثير على قرارات قيادات الدول الأفريقية أن تكون مستقلة، لا أن تكون في جانب روسيا ولكن أن تكون مستقلة. ولكن في نهاية الأمر هذه الدول كما قلنا دول صغيرة جدا سهل التحكم فيها، وما دام هناك انقلاب عسكري فلا يوجد أسهل من التعامل مع قادة الانقلابات العسكرية.
نقترب أكثر من الحدث هذا اليوم مشاهدينا مع هذا المقال في وول ستريت جورنال الذي يتحدث عن محادثات السلام الأوكرانية التي تستضيفها السعودية في آب أغسطس المقبل والتي تستثني روسيا. وتقول الصحيفة تأتي محادثات السلام الأوكرانية التي تستضيفها السعودية في إطار جهود غربية لاستمالة الجنوب العالمي. وفق المقال تأمل واشنطن وأوروبا أن تؤدي المحادثات التي تستثني روسيا إلى دعم دولي لشروط السلام لصالح أوكرانيا. هذه المحادثات التي تضم الدول الغربية وأوكرانيا والدول النامية الرئيسية بما في ذلك الهند والبرازيل ستجمع في جدة كبار المسؤولين مع نحو 30 دولة. ويحدث ذلك وسط معركة متنامية بين الكرملين والداعمين الغربيين لأوكرانيا لكسب دعم الدول النامية الكبرى التي كان كثير منها محايدا بشأن الحرب الأوكرانية. وتخلص الصحيفة إلى القول يأمل مسؤولون أوكرانيون وغربيون أن تتوج هذه الجهود بتوقيع زعماء العالم على مبادئ مشتركة تؤطر لمحادثات السلام المستقبلية بين روسيا وأوكرانيا لصالح كييف. دكتور عمرو أديب، استضافة السعودية محادثات سلام تستثني روسيا، هل يتغير الموقف موقف السعودي الذي اختار الحياد والتوازن في المواقف السابقة من هذه الحرب؟ لا يمكن اعتبار ذلك. طبعا وول ستريت جورنال هي صحيفه يعني نقول تحت التاثير بعض الشيء السعودي، ولكن هذه القمه يعني يمكن ان يكون هدف اخر هو محاوله يعني استماله معظم دول العالم خصوصا القويه فيها ذات الاقتصاد القوي في محاوله ان يتم التوقيع على اعلان مبادئ هام. لان هذا الأمر حتى تحدثت أنا عنه بشكل كثير في الكثير من القنوات وكثير من المقالات، أن دول العالم البعيدة عن أوروبا وروسيا يجب أن تجتمع بشكل سريع جدا، لأن الوضع ليس صراعا بين روسيا وأوكرانيا، الوضع الراهن الدولي هو صراع بين روسيا والغرب، وإذا انهزمت روسيا سيكون أمر خطير. ولكن الغرب حاضر في هذه المحادثات ولكن روسيا غائبة، وكل ذلك يجري على أرض سعودية. نعم ولكن مسألة يعني اجتماع الغرب مع روسيا ممكن يمكن أن يكون ليس مفيدا في هذه الفترة. المملكة العربية السعودية على يعني بكل صراحة هي تمتلك علاقات قوية جدا مع القيادة الروسية، هناك اتصالات مستمرة بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وبين الرئيس فلاديمير بوتين. يبدو للكثير أن حتى معظم القرارات السعودية الأخيرة فيما يخص أوبك بلس وما إلى ذلك هي تميل إلى ناحية روسيا وليس ناحية الغرب. يعني أمور عديدة، أمور معقدة بشكل واضح، أمور معقدة للجميع، بأن العلاقة السعودية أو أن يكون للسعودية دور في هذه الأزمة، دور واضح في هذه الأزمة، هو أمر يمكن أن يكون مقبول بين مع روسيا وأن يكون مقبولا مع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. لا ننسى بريطانيا، هي المحرك الأساسي لهذه الأزمة. إذا ما تم التواصل والاتفاق مع لندن، حتى الولايات المتحدة الأمريكية ستسير وراء لندن في هذا الاتجاه، لأن هذا الملف هو ملف إنجليزي، ملف بريطاني وليس ملف أمريكي. مسألة الوضع في أوكرانيا والوضع في شرق أوروبا هو ملف بريطاني، وكان من أهم أسباب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هي أن تكون حرة سياسيا، حرة دبلوماسيا في أن تتحرك في هذه الملفات. هذا من أهم أهداف البريكست، من أهم أهداف البريكست عندما تم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أن تكون حرة في اختياراتها السياسية. واضح ومهم جدا ما تقوله دكتور عمرو ديب، وسوف نستفيد في الحديث عن الوضع في أوكرانيا وهذا هي المواجهة الروسية الأطلسية في الحدث هذا اليوم. الحدث هذا اليوم مشاهدين من أوكرانيا التي وبعد هجوم كييف بالصواريخ على روستوف الروسية أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط هجوم إرهابي نظمته القوات الأوكرانية أيضا فجر اليوم بواسطة 3 مسيرات على منشآت في موسكو. يحدث ذلك في ظل الأنباء عن قرب وصول دبابات أبرامز الأمريكية إلى أوكرانيا. فهل نحن أمام حرب لا نهاية لها؟ وهل الدبابات الأمريكية من شأنها حسم المعارك أم أن شأنه سيكون شأن الهجوم الأوكراني المضاد الذي يتحدث الإعلام الغربي نفسه عن فشله؟ إلى الحدث هذا اليوم.
ولكن قبل مناقشة الحدث هذا اليوم ننتقل إلى الزميل ناصر بونصار مراسلنا في موسكو وجولة على أبرز عناوين الصحف الروسية الصادرة اليوم. مرحبا ناصر، تفضل. مرحبا بك آلاء. نبدأ جولتنا مع ريا نوفستي وهذا العنوان البارز: عالم جميل جديد، على روسيا أن تقاتل باستمرار. وفي كمسامولسكايا برافدا نقرأ: زيلينسكي يطالب بدماء مواطنيه. لقد وجد المفوضون العسكريون الأوكرانيون طريقة جديدة لدفع الناس إلى الذبح. أما في الروسكايا غازيتا فاخترنا العنوان التالي: عملية تسليم دبابات أبرامز تطيل معاناة القوات المسلحة لأوكرانيا. الخبير العسكري كلي سيفيتش: تزن دبابة أبرامز أقل قليلا من 70 طنا، ومعظم الجسور الأوكرانية ببساطة لا تستطيع تحملها. ونعود سويا إلى ريا نوفستي وهذا المقال لإيلينا كارييفا تحت عنوان: من يحتاج إلى النازية الجديدة هذه؟ في أوروبا يغنون قصائدا لبانديرا وآزوف. وفي بعض مقتطفات هذا المقال نقرأ: أجندة المعلومات التي لا يمكن طمسها أو خداعها ربطت بين حدثين. الأول مأساوي يمزق القلب عندما قتل 4 أطفال منذ 9 سنوات نتيجة قصف دونباس في منطقة غورلوفكا. الصور الرهيبة لمادونا دونباس لم تتصدر الصفحات الأولى للصحف الأوروبية. فنهاية شهر يوليو بالنسبة لسكان الاتحاد الأوروبي هي دائما إجازة وترفيه. وتسأل الكاتبة: ماذا يفعلون إذن؟ يلتفتون لبعض الأطفال الروس القتلى؟ هذا خبر تافه ولا يستحق الاهتمام. الحقيقة هي أن المقال يشرح بالأسود والأبيض لماذا تعتبر القومية الأوكرانية مفيدة، ولماذا هي جيدة، ولماذا أولئك الذين خدموا في آزوف والذين نظموا وانضموا إلى صفوف القطاع الأيمن هم في الواقع جيدون. وتختم الكاتبة: اتضح أن كراهية الروس وكراهية روسيا عامل مفيد للغاية في المساعدة على تشكيل أمة. اتضح أن هذه الكراهية قد تمت زراعتها بجد لعقود عديدة. عودة إليك يا آلاء. ناصر، ما آخر المعطيات حول استهداف كييف للعاصمة موسكو وتحديدا أبراج موسكو سيتي لو سمحت؟ في الحقيقة لا، وقع هذا الاستهداف فجر اليوم كما نعلم بـ3 مسيرات استهدفت برجين تجاريين ومدنيين، لا يوجد هناك أي منشآت عسكرية. برج آي كيو كورتر الذي يقع على مقربة أمتار بسيطة من مكتب الميادين كما نعلم، وأيضا برج أوكودفا الذي أيضا لا يحوي سوى المكاتب التجارية والمنشآت المدنية. هذا الهجوم الذي عمليا تم إحباط أهدافه المركزية بوسائل الحرب الإلكترونية التي تم من خلالها إسقاط المسيرات الثلاث التي استهدفت العاصمة موسكو، تأتي ويفسر هذا الهجوم في سياق العمل الإرهابي في الحقيقة، والذي يعكس الفشل الأوكراني على خطوط الجبهة مع تعثر الهجوم الأوكراني المضاد. لم يقع أي ضحايا في صفوف المدنيين باستثناء جريح واحد. تم عمليا كسر الواجهة الزجاجية ما بين الطابق 5 والـ6 في برج آي كيو والطابق 4 والـ3 في برج أوكا أدفا، واستعيدت الآن الحركة الطبيعية في محيط مدينة موسكو سيتي بعد وقف الحركة والإجلاء الذي طال هذه الأبراج. كل الشكر لك الزميل ناصر أبو نصار. ومن جديد إلى ضيفنا دكتور عمرو أديب. دكتور عمرو، استهداف قلب العاصمة التجاري وتحديدا أبراج موسكو سيتي في هذا التوقيت من الحرب، ما الذي يعنيه؟ كيف تقرأه؟ ومسألة الرسائل النفسية أكثر منها رسائل عسكرية، يعني هي بدون أي أثار يعني في الداخل الروسي أو أثار عسكرية، ولكن هو الهدف الأساسي منها هو الأثار النفسية. مسألة أن تكون موسكو تحت الهجوم هو أمر حتى لم يكن بشكل يعني موجود في الحرب العالمية الثانية ضد ألمانيا مثلا أو ضد اليابان، فأمر يعني نفسي أكثر منه على مسألة النتائج العسكرية. ولكن هو أمر خطير في غاية الخطورة، إذا خصوصا إذا ما وقعت إصابات بشرية.
في داخل موسكو، داخل عاصمة روسيا والاتحاد الروسي. هذا أمر نفسي كبير. يعني دعينا نفكر، ماذا إن تم هجوم على واشنطن بشكل مستمر في الداخل؟ يعني عندما تم الهجوم على برج التجارة العالمية، تم احتلال دولتين، العراق وأفغانستان. حتى وإن كانت مثلا لندن تحت الهجوم أو باريس تحت الهجوم، سيكون هناك نتائج خطيرة لهذا الأمر. ولكن روسيا يعني اختارت الصبر، والصبر بالنسبة لنا يعني الصبر المميت فيما يخص التعامل مع هذه العمليات الهجومية، والتي تشكل أن يكون لها تأثير نفسي سلبي كبير جدا على الداخل الروسي، خصوصا وأن الانتخابات قادمة في شهر سبتمبر، انتخابات اليوم الواحد اسمها اختيار أعضاء الدوما، اختيار حكام الأقاليم، وبعدها مباشرة الانتخابات الرئاسية في مارس المقبل، مارس 2024. يعني هذه الأمور، هذه الهجمات سيكون لها تأثير بلا شك على نعم. يبدو أننا فقدنا الاتصال مع دكتور عمرو أديب، نعود إليه، ولكن الآن ماذا في جديد اليوم؟ في جديد اليوم، افتتح المؤتمر القومي العربي دورته 32 في بيروت بحضور 180 شخصية سياسية وحزبية وثقافية وإعلامية من 17 بلدا عربيا وحشد من الضيوف والإعلاميين. الأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي معن بشور أعلن تسمية الدورة 32 باسم دورة جنين، وقد ركزت الكلمات في جلسة الافتتاح على أن فلسطين تبقى هي القضية الأم لكل العرب، كما أكدت الوقوف مع سوريا ضد العدوان والحصار، وأن المجتمعين يريدونها معافاة ومصانة العروبة، بالإضافة إلى المناداة بإعلام إنساني وأممي، لأنه على ما ورد في كلمة رئيس مجلس إدارة شبكة الميادين غسان بن جدو لا وجود لإعلام محايد لأنه كذبة، ولا احترام لإعلام محايد في القضايا المركزية الكبرى للأمة. المؤتمر الذي يواصل أعماله على مدى يومين ستناقش جلساته المشهدين العربي والدولي. مشاهدينا، فاصل قصير نتابع بعده بالحبر الجديد. من جديد أهلا بكم، نعود مشاهدينا إلى مناقشة الحدث هذا اليوم مع ضيفنا دكتور عمرو الديب مدير مركز خبراء ريالست الروسي معنا من موسكو. دكتور عمرو، كنا نتحدث عن العامل النفسي لهذه الهجمات الأوكرانية على موسكو تحديدا، ولكن قبل هذا الاستهداف كان هناك هجوم أوكراني بالصواريخ على روستوف الروسية، هل يعني ذلك أن هذا النسق من الهجوم الأوكراني سوف يتكرر، وكيف سوف يكون الرد الروسي؟ هل سيقتصر على ما سميته الصبر؟ هو الصبر فيما يخص الرد الاستراتيجي. الرد الاستراتيجي هو بالنسبة لنا كروس، أو بالنسبة لحل هذه الأزمة، هو محو كيف من على وجه الأرض، يعني إنهاء هذه الحرب بأسرع وقت ممكن، السماح بإطالة أمد هذه الحرب، هو إضعاف روسيا بلا أدنى شك. وهذه الأمور يعني تفهمها القيادة الروسية جيدا، وتحدث عنها الرئيس فلاديمير بوتين كثيرا بأن لن يسمح بإعادة السيناريو السوفيتي. ما هو السيناريو السوفيتي؟ هو الحرب الأفغانية وإضعاف موسكو على مدار 10 سنوات حتى سقط الاتحاد السوفيتي. هذا هو السيناريو السوفيتي. هل سيتم استعادة هذا السيناريو مرة أخرى؟ أمر في منتهى الخطورة. لذلك قلت حتى في السؤال الماضي فيما يخص المملكة العربية السعودية أن السماح بهزيمة روسيا هو أمر في منتهى الخطورة على العالم ككل، لأنه سيمكن أن يؤدي بروسيا إلى استخدام السلاح النووي. إذا ما تم استخدام السلاح النووي سترد دول الناتو، وهذه حرب عالمية ثالثة سيمكن أن يضيع معها نصف العالم. يعني هذه حقائق، وهذا ليس رأيي أنا شخصيا، هذا الأمر تحدث عنه كيسنجر نفسه، تحدث عنه فلاديمير بوتين نفسه. أمور يعني أمور واقعية يعني نراها بأعيننا، بأن هزيمة روسيا هو أمر خطير. أما على مستوى العمليات النفسية التي تتم، فهي طبعا ستستمر، لأن أوكرانيا
على ما يبدو هجومها المضاد فشل فشلا ذريعا، لم يحقق أي من النتائج العسكرية على الأرض. لذلك ماذا بعد؟ سيتم استهداف الداخل الروسي، تم استهداف جسر القرم، يتم استهداف بشكل مستمر المدن الحدودية والأقاليم الحدودية مع أوكرانيا، يتم استخدام مسيرات ضد العاصمة موسكو. في بداية شهر مايو تم استهداف مكتب الرئيس فلاديمير بوتين نفسه داخل الكرملين. يعني أمور نفسية على أو أمور خطيرة على المستوى النفسي، مسار تفضل لها بأي شكل. نعم، مسار هذا الهجوم المضاد أو نتائج هذا الهجوم، هل من الممكن أن يغيرها دخول دبابات أبرامز على الخط والتي من المرجح أن تصل في سبتمبر أيلول؟ هل سوف يحدث ذلك أي تغيير في مسار المعركة لربما يجعلها أشد، أم أن حاله سوف يكون حال الهجوم المضاد؟ لو قاموا بتجميع جميع الدبابات والمدرعات في دول حلف الناتو جميعها وتم نقلها إلى أوكرانيا لن يتم تغيير الوضع. لماذا؟ أي مدرعات هذه عبارة عن سلاحف تمشي ببطء على الأرض بدون غطاء جوي، هذه السلاحف يمكن تدميرها بأسهل ما يمكن. لذلك أي دعم بري، أنا أقول بري على مستوى مدرعات على مستوى الدبابات، هو لا أي نتائج له نهائيا ما دامت السماء تملكها القوات الجوية الروسية. لذلك تطالب أوكرانيا بشكل حثيث مقاتلات الاف 16، تطالب بزيادة أعداد بطاريات باتريوت وما إلى ذلك، لأن السماء هي التي تملكها روسيا. فإذا كنت تملك السماء فبالنسبة لك أبرامز أو ليوبارد أو غيرها من الدبابات السوبر قوية ستكون هدف سهل جدا للعمليات من العمليات الهجومية الروسية. نرى عمليات تدمير مستمرة، يعني هذه المدرعات يتم إرسالها فقط لكي تدمر، لأن لن تستطيع فعل الشيء بدون غطاء جوي. وكذلك الأمر على مدار 7 أو 8 أشهر الماضية، قامت روسيا بتفعيل أنظمة الدفاع أو قامت بتنسيق الدفاعات حول المدن التي استولت عليها روسيا، بحيث من الصعب اختراقها تماما من الصعب، خصوصا من جانب الدبابات. يعني ومن جانب دكتور عمرو، بالإضافة إلى ما تفضلت به من العناوين التي قرأها الزميل ناصر أبو النصار، عنوان جاء فيه أن دبابة أبرامز تزن أقل بقليل من 70 طنا ومعظم الجسور الأوكرانية ببساطة لا تستطيع تحملها، وما تفضلت به حول أنهم يغدقون على أوكرانيا بالأسلحة، ولكن هذه الأسلحة لا تضاهي أو لا تؤثر بالتفوق الجوي الروسي. هل نفهم من هذا المشهد أن الغرب الأطلسي يعطي أوكرانيا السلاح ولكنه لا يدرس دقة السلاح التي يعطيها أو مدى ملائمته لساحة المعركة؟ بالضبط، يعني هذا أمر في غاية الأهمية بالنسبة لي مسألة إمداد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة، أمر لا طائل منه سوى شركات السلاح الغربية. سوى شركات السلاح الغربية فقط هي التي تكسب من وراء هذا، من المبيعات. نعم. لا طائل من إرسال هذه الأسلحة، ولكن شركات السلاح مجمع الصناعي الأمريكي والبريطاني والفرنسي والألماني في آخر عام كسب مليارات. يعني نحن نعيش لأكثر من 4 أو 5 سنوات بدون حروب حقيقية، لا في العراق، لا في أفغانستان، لا في ليبيا، لا في اليمن. وجاءت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لتفتح الطريق مرة أخرى أمام هذه الشركات، خصوصا بعد 2 عامين من كورونا وكساد كامل في العالم وكساد كامل في البيع والتصنيع وما إلى ذلك، لتفتح الطريق بشكل كبير جدا أمام هذه الشركات للحصول على مكاسب مهولة. وهذا الأمر لا يستوي معه مسألة الجاهزية أو مسألة النتائج، هل سيكون لها نتائج أم لا وما إلى ذلك. ولكن في نهاية الأمر مثلا الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع تقديم أسلحة بالفعل يمكنها تغيير الوضع، لأن هذا الأمر لن تسكت عنه روسيا نهائيا.
يعني الهدف ليس تغيير الوضع بل إطالة أمد هذه إطالته فقط لغير والحصول على أعلى المكاسب. لا ننسى أبدا أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي كسبت اقتصاديا بشكل مهول من هذه الأزمة. لا ننسى أبدا أن منذ عام 2018 وحتى بداية الحرب الروسية الأوكرانية بنت الولايات المتحدة الأمريكية 6 محطات عملاقة لإسالة الغاز على شواطئها، وكأنهم كانوا يعلمون أن الغاز الروسي سيتم قطعه عن أوروبا، والشركات الأمريكية كسبت المليارات من هذه الحرب بسبب قطع الغاز مثلا عن أوروبا، الغاز الروسي عن أوروبا. والآن ننتقل وإياكم مشاهدينا إلى جولة على أبرز موضوعات وقضايا الميادين بلغاتها المتعددة. وفي جولتنا على الميادين باللغة العربية نطالع هذا المقال لزياد غصن تحت عنوان التراث الثقافي السوري، الحرب أتت على أمهات المواقع. ومن صفحة ثقافة وفنون تتابعون هذا التحقيق للكاتب المصري مصطفى علي بعنوان أسامة أنوار عكاشة أعظم كاتب دراما عربية. وإلى فيديو أونلاين وعنوان بارز استمرار حرائق الغابات في اللاذقية السورية، نشاهد معا. إلى الميادين نت باللغة الإنجليزية، حيث نطالع في صفحة الأخبار رويترز وكالة الهجرة السويدية تعيد فحص تصريح إقامة حارق القرآن. وإلى صفحة المقالات حيث تتابعون هذا المقال للكاتب الإيرلندي أليستر كروك بعنوان هل باستطاعة نتنياهو إعادة التموضع على نحو استراتيجي؟ ونختم أيضا مع صفحة المقالات ضمن باقة الكتاب الغنية في الميادين إنجليش بهذا المقال للكاتب الباكستاني فقير شكيل حول الاقتصاد الأفغاني. والآن مشاهدينا إلى بعض أبرز ما تناولته مواقع التواصل الاجتماعي ضمن فقرة الميادين أونلاين، واليوم مع زميلة فاطمة فتوني. مرحبا فاطمة، تفضلي. تحياتي ألاء لك وللمشاهدين. نعم، مواضيع عديدة ومتنوعة تصدرت منصات التواصل الاجتماعي. بطبيعة الحال نبدأ هذه الجولة الافتراضية من روسيا، حيث تفاعل الناشطون مع خبر إحباط هجوم أوكرانيا على أهداف في موسكو بطائرات مسيرة. ناشطون عبروا عن انزعاجهم مما وصفوه بالتطاول الأوكراني على المدنيين والشعب في روسيا، وطلبوا حكومة بلادهم بالرد على الهجوم، وذلك لأنه يعتبر انتهاكا للسيادة الروسية. واعتبروا أيضا على أنه حتى لو كانت الأضرار طفيفة لا يجب السكوت عن هذا الاعتداء أبدا. وأيضا تداول ناشطون أيضا مشاهد تظهر اللحظات الأولى لاستهداف طائرة أوكرانية بدون طيار لمبنى في العاصمة الروسية موسكو. وإلى مقطع آخر يظهر اللحظات الأخيرة لجندي أوكراني منشغل بهاتفه، كان يعتلي دبابة أمريكية الصنع حيث تم استهدافه بطائرة درون روسية. حيث هذا الحساب قال حتى في الحرب لا تنشغل في هاتفك. ومن روسيا إلى المغرب، حيث دعا ملك المغرب محمد السادس الجزائر إلى فتح الحدود بين البلدين، قائلا أنه حريص على إقامة علاقات وطيدة مع الدول الشقيقة والصديقة وخاصة دول الجوار. هذه الدعوة تفاعل معها ناشطون جزائريون الذين أكدوا رفضهم لعودة العلاقات في ظل التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي. هذا الناشط قال كشعبين بيننا أواصر الأخوة، نحن لسنا ضد الشعب، ولكن كمملكة لا يوجد جزائري يريد التطبيع. وبالتزامن مع هذه الدعوة عبر ناشطون في المغرب عن استيائهم من التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وأطلقوا حملة رافضة لزيارة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبلدهم تحت وسم لا مرحبا بزيارة مجرم الحرب. وطبعا لابد أن تكون فلسطين حاضرة في كل جولة، واليوم اخترنا لكم مجموعة صور هذه للأهالي الفلسطينيين الذين يرابطون في باحات المسجد الأقصى المبارك ويقفون في مواجهة اقتحامات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة.
وإلى تغريدة جديدة لإيلون ماسك أكد فيها أنه لن ينقل مقر الشركة من مدينة سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وقال الجميع لديهم أفكارا ثرية فيما يخص إكس لنقل مقرها الرئيسي خارج مدينة سان فرانسيسكو، وأضاف لكننا لن نفعل ذلك. ويوم أمس على شرطة مدينة فرانسيسكو الأمريكية منعت العمال من إزالة لوحة تويتر القديمة على المقر الرئيسي للشركة، وفتحت تحقيقا بشأن وضع شعار إكس الجديد لأنهم لا يملكون التصاريح المناسبة ولم يضعوا حواجز على الرصيف للحفاظ على سلامة المشاة. وإلى موضوع آخر، مع مبادرة مجموعة من الشبان والشابات لتنظيف طرقات المسيرات العاشورائية بعد انتهاء يوم العاشر من محرم، وتحديدا في الضاحية الجنوبية لبيروت حيث تحولت الشوارع في غضون دقائق معدودة إلى ما كانت عليه قبل المسيرة، وذلك بسبب الحشود التي حضرت في هذا اليوم. ونختم هذه الجولة الافتراضية مع هذه الصورة لفتاة تحمل العلم الفلسطيني أثناء مشاركتها في المسيرة العاشورائية، ويافطة كتب عليها نمشي اليوم نيابة عن الشهيد المظلوم خضر عدنان. كان هذا كل شيء، ألاء بالعودة إليك. كل الشكر لك يا زميلة في الميادين نت فاطمة فتوني. وختاما معك دكتور عمرو أديب، هذه الجولة المنوعة هل هناك ما لفت انتباهك فيها أو تود التعليق عليه؟ بالطبع، بالنسبة لي مسألة تويتر وتغيير العلامة التجارية لها هو أمر غير مسبوق، هو أمر وكأنه كان هدف لإنهاء يعني الشكل أو إنهاء العلامة التجارية تويتر والعصفورة أو الطائرة الذي كان يمثل هذه العلامة. ولكن في نهاية الأمر يعني إيلون ماسك هو رجل أعمال، يعني بالرغم من اختلافي الكبير معه لأنه لم يصنع سوى تسلا، بالنسبة لي سوى تسلا وهي سيارة فاشلة على مستوى كبير، ولكن هذا الأمر أيضا كان رأي ترامب، يعني رأي دونالد ترامب فيه بأنه رجل أعمال، يعني لم نرى له أي أمور صناعية حقيقية في أفادت بالفعل البشرية، هو فقط بائع وفقط حامل لأسهم عديدة وما إلى ذلك. ولكن أنا أنتظر بفارغ الصبر يعني صناعة أفلام في هوليوود عن كيف كان إيلون ماسك شخص يعني مش عارف، يعني شخص لم يصنع أي شيء. وبالطبع كلنا سوف نشاهد هذه الأفلام في حال تمت صناعتها، لأننا نعايش هذه الفترة التي يغير فيها إيلون ماسك تويتر الذي نستخدمه جميعا بطبيعة الحال. مدير مركز خبراء ريالست الروسي دكتور عمرو أديب، كنت ضيفنا لليوم من موسكو، كل الشكر لك على القراءات القيمة التي بالفعل أغنيت بها هذه الحلقة. مشاهدينا بالحبر الجديد لليوم انتهى، شكرا لطيب المتابعة، بأمان الله.